سهل قوي ان انا اعرف ان اخر علامه اللي هي يا دوبك قبل الهيد اللي هي اكسسوري انديسز، واول علامه اللي هي بدأ من الاوليكلين صح؟ العامتين اللي في النص هم اللي بيلخبطوا شويه، قلنا هنعمل بطريقه الايه؟ الصباع كده. حلو. يبقى كده السيرفيسز اوف ذا الما خلصت. فاكرين في الراديوس لما قلت يهمني تو بوردرز في الراديوس؟ فاكرين ولا نسيت؟ اه فاكرين. كان اني بوردرز المهمين؟ الانتيريور والميديا. الانتيريور والانتر اوسيس. يهمني في الالما اثنين بوردرز برضه. الانتر اوسيس مشترك زيه زي الثاني، والبوستيريور بوردر يهمني في ايه؟ ايه؟ انيولر؟ انا قلت الانيولر في حتتين بس. اللي انت اللي نزل من ورا ده اللي بيعمل اورجن. اسمه ايه؟ نفسيتي هتخبط كده. فايبر مش عارف. ده يا ولاد. يعني معلم لك على البوستيريور بوردر من اوله لاخره. انتوا عارفين بس مش قادرين توصلوا. ايوه اللي بيخرج منه شويه اورجينات كده. اه فاهمين بس مش حافظين. البوردر ده يا ولاد اللي هي ايه؟ النر ابوني روز. بس هو ده ابوني روز اللي هو بيدي اوريجن لشويه فليكسور اند اكستنسور النارس. ايوه فليكسور كاربي النارس اند اكستنسور كاربي النارس مع الفليكسور دشتورا بروفاندس. شفتوا يا جماعه البروفاندس دي مهمه ازاي عندنا النهارده؟ واخده اكبر علامه في الالنا. يبقى الاوريجن اوف بروفاندس لو تفتكروا بقى في النظري بقى كان انتيريور سيرفيس اوف ذا الما مع الميديال سيرفيس اوف ذا الما مع البوستيريور بوردر اللي هو اصلا من الانر ابونيروز. فانا لو جالي بوستيريور بوردر اوف ذا الما هقول ايه؟ الانر ابونيروز. ما تفزلكش بقى وقول جيفنج اوريجن تو كذا وكذا وكذا، هو الانر ابونيروز وخلاص. تمام؟ حلو. ده لو قال اتاتشد ما بقولش برضه. الاثنين النارس والبروفاندس. اسهل كده؟ طبعا مش هيطلب العضلات يعني. هو بيقول اتاتشد بيقول الابونيروز بس. هو هيجيب لك البوردر بيقول لك منشن ذا ستراكشر اتاتشد تو ذا ماركت اريا. تمام. الله الابونيروز ما تصعبش على نفسه. تاني بوستيريور بوردر اوف ذا الما لو جت عليه علامه هيبقى ماسك فيه حاجه اسمها النر ابونيروزز. عايزين نتخيل يعني ايه النر ابونيروزز ده بيدي اوريجن للعضلات دي. هو اصلا بيجي على طول البوردر؟ كف الايد ده بالظبط هيخش زي سيف اليد كده. تمام. ماسك في عيني بوردر بوستيريور بوردر اوف الما. في هنا فليكسور كومبارتمنت وهنا اكستنسور كومبارتمنت. فهيدي هنا الاكستنسور كاربي انارس اللي هي اخر عضله في الاكستنسور. وهيدي هنا الفليكسور كاربي انارس اللي هي اخر عضله في الفليكسور. وهيدي كمان الفليكسور دشتورم ايه؟ بروفاندس اللي هي كانت بتطلع من الانتيريور والميديال سيرفيس فهتاخد منه شويه كليبس كده. تمام؟ سهله؟ يبقى النر ابونيروز از اتاتش تو ذا بوستير بوردر اوف النا جيفينج ذا تو النارس اند بروفاندس. تمام. اعمل ايه تاني عشان تتخيلوا؟ نروح بيبقى بيجي على البوردر كله ولا على النص الفوقاني بس؟ طيب ماشي كويس. هو بيبقى على البوردر كله ولا النص الفوقاني؟ اه البوردر كله. تمام. تمام؟ يا جماعه البوردر سعيد يا حسن ايه المشكله؟ فاضل لي في الان عشان ابقى خلصتها على خير الحمد لله اللور اند. اللور اند. تمام. اللور اند اوف ذا الانا سهل قوي. هو هيد وستيرويد بروسس. هيد وستيرويد بروسس. الستيرويد بروسس عفريت عفريت تيب اوف ذا ستيرويد بروسس اوف الانا. تيب اوف ستيرويد بروسس اوف الانا هيبقى ماسك فيه ليجامنت نازل كده ناحيه الانا هيبقى اسمه الانا كولاترال ليجامنت اوف ريست جوينت. بالرغم ان الانا ما بتشاركش في الريست جوينت بس الليجامنت بتاعه هيمسك فين يعني؟ هيروح للستيرويد بروسس اوف الانا. يبقى ذا ايبكس اوف ذا ستيرويد بروسس اوف الانا زي بالظبط الايبكس اوف ستيرويد بروسس اوف ريديوس ماسك فيه النر كولاترال ليجامنت اوف ذا ريست جوينت. تمام؟ تمام. واللي في الريديوس كان اسمه راديال كولاترال ليجامنت اوف ذا ريست جوينت. حلو قوي. الهيد هعلم لك على الفاسد ده. ارتيك فاسد يا ولاد فاسد هيبقى الانفيريور بتاع مش عارف ايه جوينت. فاسد هيبقى جوينت. انفيريور مش عارف ايه جوينت. انفيريور از جارنر جوينت لان هو مش عارف ايه ساينوفيت. بيفوت ستايلوفيس. تمام؟ يبقى اللور اند اوف ذا ارنا بكل بساطه عندي التيب او الايبكس اوف ذا ستايلويد بروسس وعندي الايه؟ الجوينت. حلو. وفي النص. على المارجنز. تمام. تمام؟ بصوا يا اولاد زي ما قلت لكم علامه الايبكس اوف ذا
ارتكولار ديسك صعب قوي نعملها على الارض، ما بتشغلوش بالكم بيها. تمام؟ اخر حاجه خالص بس حضرتك ممكن الاستراكشر اللي قلنا الاستراكشر ريليتد للهيد بتاع الارم من تحت يبقى هو الارتكولار ديسك. ده لو حصل ريليتد يعني هو ما هو ريليتد وبيمسك بقى فين؟ بيمسك جوه في الانر اسبكت بتاع الاستايلوجي. تمام؟ فلو حصل يعني يجي ريليتد ما يجيش اتاتش ممكن تحشوها صلصال ممكن خلاص يا ولاد هو اي حاجه في اللي هو الايه طفرنا عشان ما نتوهش نفسنا لو الانكس ده اتاتش هيبقى انر كولاترال ليجمنت لو هنا نوع الجوينت يبقى انفير ريدي انر جوينت اي حاجه ثانيه تبقى ارتيكولار ديسك سهله احنا كده تمام اخر علامه خالص بيمشي في ايوه ها الالمر مش عارف اخر علامه تندون بتاع حاجه ايه اللي ريليتد هنا مش تندون السكت كومبارتمنت بتاع ايه اللي بتاع الاكسسوار السكت نسيتوه ايوه بين الالدا والالدا ايوه الكارديانالست تمام اكستنسور كارديانالست وبهذا التندون تبقى خلصت الالدا على خير ايه مشكله تمام عيد الدا تاني لا تمام اه لا 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 طيب يا ولاد دكتور هو ديت هتبقى تعتبر تبع السوبيريور راديو انر جوينت صح؟ اه ما تجيش غير جوينت بس ايوه تمام بص يا ولاد بقى العظمه الظريفه جدا بتاعتنا دي ياه عظمه ظريفه قوي وحشتنا وحشتنا مستنيين انا بتاعتها طبعا اه تمام اه عشان كل حاجه هو العظم ده ما شاء الله نضيف العظم اللي بيجي بقى ايه؟ العظم اللي يجي لا بيبقى جميل برضه. بص العظمه بيبقى عليها علامه واحده بس وغالبا احنا السنه اللي فاتت كنا موحدين العلامات مش بتباشير عاملينها ببوهي او بالوان يعني بحيث العظمه الواحده ما عليهاش الا علامه واحده. بتبقى عظمه مفتوحه زي الفل فيها علامه واحده بس بتبقى حلوه وواضحه ما تقلقش. تمام؟ المهم انت تيجي تذاكر. لا حسن ليه كده؟ ماشي. انت كده زعلت الصف ده كله مني. مش هتعرف تروح النهارده. خلاص يا ولاد الهيومرس عشان على الاقل نبقى زي زمايلنا اللي خدوا الحد وامبارح يوم الحد الحمد لله خلصنا الهيومرس كله امبارح جمعه اللور اند وما اعرفش ايه اللي حصل مش هنقدر ناخد لور اند يا جماعه ده لور اند مش هنقدر فانتوا ان شاء الله ها خلص الهيومرس لانها بسيطه بجد تمام تمام بس بسيطه قوي ايه؟ بس انا خمس دقايق يعني قولي انا خمس دقايق هنا خمس دقايق هنا خمس دقايق يبقى ربع ساعة اللي هي فاضلة لكم بذمتي تمام؟ تمام ماشي وقولي احنا بادئين ربع ساعة متأخر هنخلص ثلاثة وربع يا ولاد بجد هناخدها وذاكروا بقى بعد كده يوم السبت وانسوا العظم ده خالص يعني اليومرس ان شاء الله هتخلص وهتبقى لذيذة وبسيطة تمام؟ تمام وبعدين هناخد بالتصويت في الاخر واضح ان في اخيرا لقيت رجاله اغلبيه اخيرا يا مش عايز اقول لكم انتوا غاليين عني جدا المجموعتين اللي فاتوا مفيش ولا ولا انتوا بصراحه يعني مش عارف بقى انتوا عشان شاطرين مين ولا عشان مكبرين دماغكم مش عارف بس يا دكاتره هناخد الايه؟ الهيومرس. الهيومرس يا ولاد بكل بساطة برضه لونجون. ليها أبر إند وشافت ولور إند. اتفقنا إن إحنا بنبدأ في العظمة نعرفها يمين من شمال إزاي عشان أنتوا كنتوا ماسكين العظمة. لما أقول ميديال ولاترال الدنيا تبقى ماشية كويس. هما نقطتين. حط الهيد سوبيرو ميديال والأوليكرينو فصة بوستيرو. حط الهيد سوبيرو ميديال والأوليكرينو فصة بوستيرو. زي ما انا عامل كده تبقى دي يمين ولا شمال؟ اليمين يمين انا صح؟ يمين يمين قال شمال؟ ها؟ راجع نفسك ليه؟ الهيد الهيد سوبيرو ميديا والكرينو فوسطا اللي هي الكبيره دي ورا تبقى كده ايه؟ يمين هتقول شمال تاني بقى عايز احلف انها يمين مش يمين بص شمال تاكل دايت بروجيكتنج اكتر من ايه؟ من لاترال من لاترال يبقى انا كده يمين فعلا تمام حلو الابر اند عباره عن هيد ونيك وتيوبروستس زي الريديوس بالظبط هيد ونيك وتيوبروستس هنا هيد ونيك وتيوبروستس تمام الهيد بتاعتنا اول علامه هناخدها عليها علامه بسيطه جدا هلون لك الهيد كلها كلها نيم ذا جوينت اند اتس تايب ها شلطة
شولدر في ناس كنت تتساءل شولدر جوينت نوع ايه؟ بولان سوكر جميل جدا ماشي يبقى ادي علامة الهيد فعلا؟ ادي علامة الهيد ركز بقى شوية شوية تركيز بحبحنا اهو وضحكنا على بعض نصبر شوية بقى يبقى الهيد شولدر جوينت لو لونه كله ونوع بولان سوكر هنزل من هنا على التو تيوبروستس اللي قدام ده الليسر تيوبروستي تمام اللي ورا ده الجريتر تيوبروستي الليسر تيوبروستي هيسالني عليه ايه الاتاتشد ستراكشر هيلونه كله ويقول لي ايه الاتاتشد ستراكشر هقول سابس كابيلاري وخدوها مني كلمه احفظوا ليجامنت كمان معاها احتياطي عشان ممكن يقول لك منشن ده ليجامنت اتاتشد تمام سابس كابيلاريز دي العضله سابس كابيلاريز ايه العضله الليجامنت اللي اتاتشد في ليجامنت سهل قوي كلكم عارفينه اول ما اقوله هتفتكروه ترانسفيرس هيومرال ليجامنت اللي هو عامل زي صباعين كده تمام ممدود من هنا لهنا تمام في ليجامنت تاني جاي من الجلينويد كافي اسمه جلينو هيومرال ليجامنت يبقى ذا ليسر تيوبروستي او ذا هيومرس ماسك فيه عضله اسمها سابس كابيلاريس داخل عليه جلينو هيومرال ليجامنت اند ترانسفيرس هيومرال ليجامنت اعرفوا على الاقل ليجامنت مع العضله عشان تبقوا في السيف سايد تمام جرينو هيومرال ليجامنت ترانسفيرس هيومرال ليجامنت اللي هو بيبقى معدي من هنا لهنا زي صباعيني كده تمام جلينو هيومرال ليجامنت جاي من الجلينويد كامل لو العلامه على الليسر تيوبروستي وقال لك منشن وان ستراكشر اتاتشد اكتب المصل انا بقول احفظوا الليجامنت مع المصل ليه تحسبا تحسبا انه يقول لك وان ليجامنت اتاتش منشن ذا ليجامنت اتاتش لو قعدت تكتب سابس كابيلاريس من هنا الصبح هي غلط. طب اكتب اي واحد فيهم اي واحد بقى اللي رايح اي واحد تمام؟ خلاص يا ولاد؟ ماشي. الجريتر تيوبروستي ده تاني اختصار عندنا النهارده متقسم ثلاث سلالم متقسم ايه؟ ثلاث سلالم مسلمه فوق قدام مسلمه في النص ورا مسلمه تحت ورا خالص تمام؟ تيريس ماين طب خلونا نكملها طيب ماشي اللي هو اس اي تي اس اي تي سوبرا سباينيتس ده اول علامه من فوق وقدام في التيوبروستي يعني مفيش حته في التيوبروستي قدامها يعني في الامتحان عايز اعرف الفرق دي اول سلمه ولا الثانيه ولا الثالثه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه اول علامه خالص اللي هي في الاول من قدام مفيش اي فراغ قدامها تمام يعني واسك التيوبروستي من قدام ومن فوق تبقى سوبرا سباينيتس العلامه الثانيه في النص يعني انا في الامتحان هلاقي العلامه محطوطه على الجريتر تيوبروستي بس في حته فاضيه قدامي وفي حته فاضيه ورايا يبقى هو كده يقصد اللي في النص تبقى ايه انفراسباينيتس اخر علامه اللي هي ورا خالص تيرس ماين وبعدها بيبقى التيوبروستي خلص فهتبقى ايه تيرس ماين سهله حلو انا قلت في هيد وفي تيوبروستي التيوبروستيز دول عاملين جروف بينهم عاملين جروف بينهم اسمه بايسيبيتال جروف او انتر تيوبيركولر سالكس خلينا بايسيبيتال جروف اسهل وهقوله تيوبيركولر من التيوبيروستي ده والتيوبيروستي ده تمام هقوله مع الشافت يبقى هنخلي البايسيبيتال جروف دلوقتي بريليتد والاتاتش مع الشافت سهله دلوقتي النهارده برضه ايوه ما تعملوش كده ما تبقاش تعمل كده هقلة انا عندي ضمير انا عايز ضميري يبقى مرتاح تمام خلاص يا ولاد طيب بين الهيد والتيوبروستس بتوع الاناتومي عندهم طالما في هيد يبقى اللي بعدها نيك فالحته دي اسمها اناتوميكال نيك اللي هو الجانكشن بين الهيد والتيوبروستس العلامه اللي هتيجي عليها هتيجي بالمنظر ده كبسول برافو ماشي يا ولاد يبقى الاناتوميكال نيك وباجي على الميديال سيرفيس بتاع الشافت بنزل حوالي 2 سم واطلع تاني بنزل حوالي 2 سم واطلع تاني تمام هتبقى دي ايه كبسول اوف ذا شولدر جوينت كبسول اوف ذا شولدر جوينت دي الاناتوميكال نيك هنيجي بعد كده لحاجه اسمها السيرجيكال نيك السيرجيكال نيك دي النيك المنطقيه النيك الايه المنطقيه اللي هي بين البلج اللي فوق ده وبقيه الشافت يعني ذا كونستريكشن افتر ذا هول ابر اند اند بيفور ذا شافت اللي هو اللي انا حاطط عليه صباعي يبقى ده تعريف السيرجيكال نيك ده الجنكشن او الفاصل اللي بين ذا هول ابر اند يعني هيد تيوبروستس باناتوميكال نيك وبقيه الشافت السيرجيكال نيك دي لو جت عليها علامه هتيجي بالمنظر ده
يعني ايه بالمنظر ده؟ يعني خط على الميديال اسبكت اوف ذيس نيك ولا